مشاهير العالم يتجمعون في الفورمولا 1 في السعودية، وتفاعلكم ينقل لكم الأجواء من الحلبة. وفرنسا تجرم التنمر في المدارس والعقوبة السجن سنوات. وما هو أمواج العام 2021؟ الإجابة في تفاعلكم. أهلا بكم. ينطلق بعد ساعات قليلة على حلبة كورنيش جدة منافسة الجولة الأخيرة من سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 بمشاركة 20 متسابقا يمثلون 10 فرق. ومن يوم بدء فعاليات الجائزة السعودية الجمعة وأخبار وصور ومقاطع فورمولا 1 السعودية متصدرة المنصات وهاشتاجات عديدة ضمن الأكثر تداولا، منها هاشتاج فورمولا 1 في السعودية وهاشتاج نتسابق أو نسابق المستقبل وهاشتاج حلبة كورنيش جدة وغيرها. حلبة كورنيش جدة هي الأطول في العالم بطولة 6175 مترا، وهي كمان الأسرع حيث متوسط السرعة عليها في الدورة الواحدة بتجاوز 252 كيلومتر في الساعة، وإنجازها تم في وقت قياسي هو 8 أشهر. وهناك مقطع متداول حصد مشاهدات كبيرة يوثق مراحل تجهيز الحلبة. خلينا نشوف. فعاليات فورمولا 1 في السعودية لم تقتصر على الحدث الرياضي فقط، بل كان في فعاليات عديدة على الهامش، أبرزها حفلات موسيقية لنجوم عرب وعالميين مثل محمد حمائي والدي جي العالمي تيزو وجيسون ديريلو. هذا غير حفلات منتظرة اليوم للنجم العالمي جاستن بيبر والدي جي العالمي ديفيد جيتا والنجم عمرو دياب كمان. الحضور الجماهير الكبير لفورمولا 1 السعودية ما اقتصر على السعوديين، فسياح ومقيمين عرب وأجانب ملأوا المدرجات والفعاليات، ومقاطع عديدة وثقت حضورهم. Hello everybody, how are you? My name is Luis, I'm from Mexico. I've been living here in Saudi for 3.5 years. And I'm very happy to be able to come here and to see all these Grand Prix in Formula 1 for the first time in Saudi. Hello, I'm Ingrid, I'm from Holland and I'm here in Saudi Arabia for the first time. I'm here to support Max Verstappen and to visit the Grand Prix in Jeddah. It's a really nice circuit here. I just want to say a big thank to the Saudi people, they are all kind. It's unbelievable and we will be back next year for sure. Well, I think the track is super nice. Like the way they build this track is really cool. I see that there's a lot of potential in Saudi Arabia for the Formula 1. I think it's unbelievable how quickly the track has developed. And I think it took 8 months to build this. I think that's unbelievable. ينضم إلينا من موقع الفورمولا 1 في جدة مراسل العربية عبد الرحمن العصيمي. عبد الرحمن، أنت معنا؟ مشغول عبد الرحمن، نيالك بهالأجواء. أهلا وسهلا سماح، طبعا معاكم. طيب قلنا الأجواء، أنا عندي كثير أسئلة بس حابة أشوف الأجواء. شو جالس أشوف الترند. أوكي، شو هو الترند اللي هلا أكثر تداول؟ طبعا أي أنا بس كنت أتابع الترند. هو طبعا الفورمولا 1 في السعودية هو نمبر 1، خاصة اليوم حيكون ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حاضرا في الحفل الختامي والسباق الرئيسي للفورمولا 1. لعل زميلي أجمل يأخذ لكم بعض اللقطات والأجواء ننقلها لكم. طبعا سماح، هذه الحلبة هي من أسرع الحلبات في العالم، يعني سرعة السيارات فيها تصل إلى 250 كيلو متر في الساعة، وبعض المنعطفات خاصة آخر منعطفين السرعة تصل إلى 120 كيلو. أغلب السائقين العشرين صرحوا خلال اليومين الماضيين، طبعا اليومين الماضيين كانت تجارب حرة أمس وقبل أمس، هذه التجارب من خلالها يتم تحديد
الأماكن المتسابقين قبل انطلاق السباق الرئيسي اليوم. كلهم تكلموا على أن هذه الحلبة سريعة جدا وفيها تميز وأيضا فيها منعطفات وفيها سرعة عالية جدا. أيضا الأجواء احتفالية جدا، الفعاليات المصاحبة، الحفلات الموسيقية. نحن نحدثكم من أحد هنا في جدة مطلة على حلبة الفورمولا. الناس مستمتعين وقاعدين يقضون أوقات جميلة مطلة على الحلبة. اسم الكريم؟ فهد الناصري. فهد، احكي لي كيف شفت الأجواء؟ يعني أنت قلت لي قبل الهوى أنه يومين أنت كنت موجود، هذا اليوم الثالث، كيف شفت الأجواء الاحتفالية؟ صراحة استضافة فعالية رياضية قوية مثل الفورمولا 1 تثبت كفاءة وقدرة المملكة على تنظيم أحدث وأقوى الفعاليات. بصراحة شفت مشاهد أمس وقبل أمس، أنا من أول يوم هنا وثاني يوم، السياح سعادتهم، التنظيم، الفعاليات اللي في الفورمولا، مو بس الفورمولا، حتى الفعاليات المصاحبة للفورمولا 1، يعني الحفلات الغنائية، الفرق الاستعراضية، كان شيء جميل جدا. يعطيك العافية حبيبي، شكرا جزيلا. أيضا ناخذ السماح بعض الموجودين هنا في المطعم وندردش معاهم شوي. الاسم الكريم؟ مهندسة مناهل عجلان. مناهل، احكي لي كيف شفتي التنظيم من يوم دخلتوا للفورمولا حتى وصولكم إلى المطعم هنا؟ صراحة أنا أحب أهنئ المنظمين من شبابنا وشاباتنا السعوديات على التنظيم الجميل والسلس من بداية دخولنا من البوابة إلى وصولنا إلى المطعم. الصراحة هذا الشيء، تجربة الفورمولا راح توجه أنظار العالم أن السعودية قادرة أنها تستضيف فعاليات كبيرة. أنت قلتي لي قبل هوا أنك أنت مهندسة، كيف شفتي يعني التصاميم اللي موجودة هنا والتنظيم من خلال تخصصك؟ الصراحة بحكم تخصصي فحابة أعرف قد إيش الموضوع يحتاج دراسة ويحتاج خبرة. طبعاً وتخطط في وقت قياسي 8 شهور. إيه ما شاء الله، يعني أنا مرة جداً فخورة بكوني سعودية. التجربة هذه راح توجه أنظار العالم للسعودية أنها قادرة. طبعاً خاصة إذا عرفنا السماح إنه اليوم التقديرات إنه 80 مليون شخص حيشوفوا السباق على الهواء مباشرة، يمكن أكثر برضو. لقاء أخير سريع سماح عشان ما نطول عليكم. الاسم الكريم؟ فهد السعدي. فهد، برضو أنت كيف شفت الأجواء والاحتفالات؟ وهل حضرت حفلات موسيقية؟ جاستن بيبر الليلة، أمس كان برضو في دي جيز عالمين، قبل أمس كان محمد حمائي. تفكر تروح؟ متحمس؟ أكيد طبعاً. أول حاجة أنا جداً فخور ومنبهر وممتن إنه يكون هذا الشيء موجود عندنا في السعودية، خصوصاً إنه موجود هنا في جدة. أنا ماني من هواة السيارات ولا الفورمولا، لكن هذا الشيء رغمني أني أنا ما بفوت هذه الأشياء اللي موجودة هنا. الأجواء حلوة، أجواء رائعة، أجواء رياضية، بنقابل فيها مواطنين وبنقابل فيها سياح من كل أنواع أنحاء الأرض، فأنا صراحة جدا مبسوط بهذه الأجواء. عبد الرحمن، احنا مشكلة على نقل يعني الأجواء. أغلب الناس يحكون على أنه هذه الفعالية تضيف الجدة مستقبلا. أوكي عبد الرحمن، إحنا بنتمنى النجاح لهذا الحدث العالمي، وشكراً كتير إنك نقلت لنا شوية من هذه الأجواء، بس أكيد على الأرض الواقع الوضع بيختلف أكتر كمان. شكراً كتير عبد الرحمن. خلاص سنة جاية تكوني موجودة أنت يا سماح. إن شاء الله بيشرفني. سنة جاية تعالي. إن شاء الله بيشرفني. شكراً لك عبد الرحمن. أنا بدي أروح كمان. نبقى مع أخبار ومقاطع فورمولا 1 السعودية. ففي مقطع معين انتشر بشكل كبير والناس تداولت بكثرة، المقطع اللي شفتوه تم تداوله بشكل واسع مشاهدينا، مثل ما قلنا وكتار تداولوه على انه جديد وحقيقي وصاير الان بالتزامن مع فورمولا 1 جده، لكن اخرين شككوا في حقيقته. مصور المقطع كشف حقيقته لموقع اخبار 24، حيث اكد انه المقطع غير حقيقي وانه ممنتج باحترافيه عاليه من مقطع اخر قديم قد تم تصويره من 2 سنين في نفس المكان، وقال انه مونتاج 3 ايام واحترافيه عاليه خلاه يبين كانه حقيقي.
أهلا بكم من جديد. في مصر عادت جريمة واسم سفاح الإسماعيلية للتداول، والناس على السوشيال ميديا كتير عندهم فضول واهتمام يعرفوا عن تطورات وجديد قضيته، تزامنا مع بدء أولى جلسات محاكمته يوم أمس السبت. طبعا في تفاعلكم سبق وفتحنا ملف سفاح الإسماعيلية وحكينا تفاصيل الجريمة اللي صارت في عز ظهر الأول من نوفمبر في محافظة الإسماعيلية، ووقتها اعتدى المتهم عبد الرحمن المشهور بدبور، اعتدى على مواطن وقطع راسه وبعدين حمل هالراس وصار يمشي فيه بنص الشارع والأهالي، وطبعا سكان المنطقة كانوا في حالة من الصدمة. فعشان هيك حاليا بيواجه المتهم تهم قتل مواطن ذبحا عمدا والشروع في قتل اثنين آخرين، وبالمناسبة هدول الاثنين كان المتهم أصابهم هو ماشي في طريقه. ومن التهم الموجهة للمدعو دبور تهمة تعاطي المواد المخدرة واستخدام سلاح أبيض في منطقة سكنية بقصد الإخلال بالنظام العام. ورغم كل هذه التهم اللي الناس شفتها، كون إنه الجريمة صارت قدام الكل وعيني عينك في عز الظهر زي ما قلنا وتصورت الجريمة بالفيديو، إلا إنه المتهم عبد الرحمن خلال جلسة المحاكمة نفى كل شيء. لأنه في يوم 1/11/2021 بدائرة قتل مسامي الإسماعيلية محافظة الإسماعيلية قتل عمدا المجني عليه أحمد محمد صديق علي، فقال التف خلفه واستل سكينا وجز عمر وانهال عليه طعم، وما أن حاول المجني عليه الفرار مغية النجاة حتى لاحقه بضرباته القاتلة فأسقطه أرضا واستل صابورا وانهال به على عموم جسده حتى أيقن وفاته. عبد الرحمن المتهم سمعت التهديد؟ أيوة. الجدير ذكره أن المتهم قبل ما ينفي ارتكابه للجريمة أقواله الأولية أمام التحقيقات بالأصل كانت متضربة، فمرة بيقول أنه سلم المجني عليه مكوات شعر عشان يصلحها لأنه هذا شغله، لكن الأخير لم ينتهي منها في الموعد المحدد وهو اللي فجر غضبه وخلاه يقتله. ومرة تانية بيطلع بيقول أنه قتل الضحية بالصدفة وأنه كان ينوي في اليوم نفسه قتل اثنين من أصحاب محلات الأسماك في المنطقة كان بيشتغل عندهم، واختلف معهم بخصوص أمور مالية فاستعد وجهز أدوات الجريمة وتوجه لمحلاتهم، بس الله ستر ما لقاهم. وأثناء عودته وجد المجن عليه في وجهه فأخذ يتحدث معه ثم قام بقتله، وقال في التحقيقات جت معايا كده. كمان ما ننسى أنه قبل كل هالأقوال وأساساً وقت ما صارت الجريمة المتهم هو بيقطع راس المجني عليه كان بيردد كلام بيبرر فيه عملته وقال أنه بيقطع فيه هيك انتقاماً لشرفه وأنه اللي قاعد بيدبح فيه اعتدى جنسياً على أخته ووالدته، وهو الأمر اللي لاحقاً الأخت والأم طلعوا بنفسهم ونفوه، حتى هو نفسه دبور قال إنه حكى هيك وقتها عشان يهرب من الناس بلحظتها. عموماً بالعودة للمحاكمة الآن، فبرغم إنه النيابة العامة كانت أقامت الدليل على المتهم بشهادة 10 شهود وفي كمان تقرير طب نفسي وعقلي بيأكد خلوه من أي اضطرابات، لكن كإجراء روتيني وكلت المحكمة للمتهم محامي، وبعدها طالب المحامي بالتأجيل في القضية للاطلاع على ملفه. لكن الشيء اللافت أنه فوق كل هذه الأدلة اللي ضده زي ما قلنا المتهم أنكر وغير أقواله وهذا شيء متوقع، لكن تبريره هو اللي صادم. خلونا نعرف آخر أقواله اللي نقلها محامي الضحية اللي كان بالطبع حاضر في الجلسة. ماذا قال المتهم؟ أنكر، قال ما حصلش. ما حصلش. بيسأله بيقول له انت قتلت احمد محمد صديق وشرعت في قتل الاثنين المجني عليهم التانيين، رفع انكر كل حاجه، قال ما حصلش. هل قواه العقليه سليمه ام غير سليمه؟ قواه العقليه قال ان كان المتهم ساعه ارتكاب الواقعه كان متزن عقليا ومدرك بافعاله. ده تقرير الطب الشرعي. وطبعا التقرير النفسي قال ان الواد نسبه ذكائه بنسبه 95%. نسبه ذكائه 95%. 95%. ده بعد، انا عايز اقول لحضرتك ان بعد الواقعة بيومين بالظبط او 3 ايام بيمثل الواقعة 100% في المحكمه. مثلها. هل يوم الحادث كان واخد حاجه؟
يوم الحادث نفسه؟ لا هو بص هم جم قالوا ان الواد كان شارب مخدر بس مش في نفس التوقيت الواقعه، يعني هو كان شارب من فتره، انما ساعه الواقعه نفسها ما كانش شارب حاجه. خلينا بموضوع تاني، هو التنمر وخصوصا بين الأطفال والمراهقين، هو آفة كل العالم بيعاني منها، ويبدو أن فرنسا قررت تكون من أوائل الدول اللي بتاخد موقف ضده، ممكن نوصفه بالأقوى حتى الآن. فالبرلمان الفرنسي صوت على مشروع قانون بيعتبر التنمر في المدارس والجامعات جريمة جنائية، وبيعاقب عليها بالسجن 3 سنوات وغرامة 45,000 يورو. مش بس هيك، هذه العقوبات في حالة التنمر اللي لا تسفر عن الانتحار المتنمر عليه، لكن في حالة إذا الضحية انتحر فالقانون بيحدد العقوبة ب10 سنوات سجن و150 ألف يورو غرامة. هذا القانون رح يتطبق على الطلاب سواء أطفال أو مراهقين، وعلى العاملين في المنشآت التعليمية كمان. في فرنسا طفل من بين كل 10 بيتعرض للتنمر، ومشروع القانون هذا بيخلي الناس أو بيخلي فرنسا صاحبة أقصى عقوبة تجاه هذه الظاهرة اللي مثل ما قلنا العالم كله بيحاول يتصدى لها. وفي فرنسا تحديدا السنة الماضية الموضوع كان كتار في عليه جدل كبير، خاصة بعد مجموعة حوادث راح ضحيتها أطفال ومراهقين سببها التنمر، آخرها انتحار مراهقة في أكتوبر، وقبلها في مارس تم العثور على جثة فتاة في نهر السين، والدتها وقتها أكدت أنه بنتها كانت ضحية للتنمر باستمرار، وبعدها قبض على المراهقين 2 على علاقة بالحادث، وغيرها من الحوادث اللي تصدرت العناوين. لكن ومن وقت انتشار أخبار القانون هذا وهو عامل حالة من الجدل بين مؤيد ومعارض، ففي شريحة ومنهم وزير التعليم نفسه المؤيد للقانون شايفة أنه خطوة جيدة وضرورية تحمي الأطفال والمراهقين، وأنه الفكرة مش أنه نبعث الأطفال على السجون وإنما التعامل مع هذه المشكلة. لكن على الشق الآخر في معارضين للقانون شايفين أنه القوانين أصلاً بتغطي المضايقات والتعدي على الآخرين، وأنه ما في داعي لقانون التنمر خصوصي. على العموم البرلمان الفرنسي مثل ما قلنا مشاهدينا صوت بالمصادقة على مشروع القانون، والموضوع الآن أمام مجلس الشيوخ اللي منتظر ومتوقع أن يصوت هو أيضا بالمصادقة على مشروع القانون ودخول حيز التنفيذ في فبراير المقبل. رغم أنه بنختم هالسنة بمتحور جديد ويعني بنحاول شوية نتفائل ونستبشر خير، لكن شكله ال 12 شهر اللي فاتوا كانوا شهور سعيدة بالنسبة للبعض على الأقل، أو هيك بتقولنا دراسة عن الإيموجيز عملها موقع إحصائيات يونيكود كونسورتيوم، واتضح منها أنه أكثر إيموجي استخداماً هالسنة هو الإيموجي الضاحك مع دموع الفرح، يعني هذا صاحب المركز الأول. بس والله لو جيتوا للحق من اللي شفناه احتمال يعني يكون مش بعيد يكون هالإيموجي استخدم للتعبير عن المضحك المبكي. عموما خلونا نشوف باقي ترتيب المراكز كيف كانت. وفي خبر تاني، مشهد انه ناس بتدفع سيارة بالشارع لما تكون معطلة او ما بتتحرك، يعني مشهد مش غريب او مش معتاد، عادي الموضوع عادي، لكن انه الناس تدفش بطيارة
هذه بصراحة جديدة. الطيارة مش عم تمشي. المشهد اللي شفتوه صار في مطار محلي في نيبال، واللي صار انه صار في ثقب باحدى عجل الطيارة ما تسبب في عدم تحركها من مدرج الطيارة، ولما اجت طيارة تانية تهبط ما قدرت لانه الطيارة العطلانة مسكرة الطريق او مسكرة المدرج. بهذا الوقت المطار كان في مسافرين بيستنوا الطيارة تهبط ليطلعوا فيها ويكملوا رحلتهم، وعشان ما يتأخروا نزلوا وبدأوا يدفشوا فيها الطيارة المعطلة. مشاهدينا وصلنا إلى ختام حلقة اليوم. لمتابعة فيديوهات حلقة اليوم وأخبار أخرى واجهوا كاميرات هواتفكم إلى QR code الظاهر أسفل الشاشة. أعود وألقاكم غدا في أمان الله.